فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. أنا جاي عشان أشكرك. يا ستي أنت كده ممكن تورطيني. على فكرة إحنا مش بعيد عن الورشة، وأي حد لو شافك بتتكلمي معايا لقمة عيشها هتتقطع. ليه يا عم؟ هو أنت أي حد؟ أنت باش مهندس قد الدنيا، وألف مين يشغلك؟ آه. أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ ما قلت لك جاي عشان أشكرك. ما تبقاش خنيق بقى. لعلمك أنا ما شفتك في الورشة قلبي وقع في رجليا، بس أنت طلعت جدع موت. إيه سكوت التنين ده؟ تنين مين يا ست اللي بتتكلمي عليه؟ إيه جملك الغريبة دي؟ بقولك إيه؟ هو أنت فاكرة لما تتكلمي كده وتطجيني في الكلام وتتباسي وتقرطسي أبوكي هتبقي بنت جدعة وروشة؟ شيخة؟ إيه التخلف ده؟ لا إله إلا الله. بقولك إيه؟ أنت مش جاي عشان تشكريني؟ شكرك وصل. بلغاتنا احنا بقى لما نحب نطرق حد بنقوله طريقك اخضر، زق جملك لعور، معلش بقى انا اصلي مصري. خلاص يا عم انت فصلتني اساسا، فكك مني. بص يا انس، انا عارف كويس قوي انت جايه ليه. انت مش جايه عشان تشكريني، انت جايه عشان تتاكدي اذا كنت هسكت على طول ولا المفاجاه هي اللي سكتتني. ليه يعني؟ هو انت كنت شفتني بعمل ايه اصلا؟ يا ست تعملي اللي تعمليه، انا مال امي. انا لما جريت عليكي كنت فاكر الواد مثبتك بماط وعايز يخطفك، معرفش انك راح تتظبطي في بير السلم. انت بتتكلم معايا كده ليه؟ هو في كلمه جديده غير بير السلم؟ اصله عندنا اسمه بير السلم. انت حد حقير على فكره. لكن لو قلت لك عادي ودي حريه شخصيه كان زماني شاب لطيف ولذيذ وحبوب. شوف يا بنت الناس، انا عايز اقول لك كلمتين محصورين في زوري، ومش عشانك، عشان خاطر ابوك الراجل الطيب اللي فتح لي ورشته وشغلني عنده. حابك تجيب الواد لحد البيت. اسكندريه مليانه حتت مقطوعه. تقدري تقولي لي كنت هتعملي ايه لو كان ابوكي شافك في بير السلم مع الواد؟ ها؟ كنت هتعملي ايه لو حد من الجيران شافك؟ هتعملي ايه لو كان ابوك الراجل الطيب ده راح فيها؟ مش حرام عليك يا شيخه؟ لكن ايه اللي جابني اسكندريه؟ انا عارف حظي الهباب. قاعده ليه يا بنت الناس؟ ما تقومي تشوفي اللي وراكي. عندك حق. انا فعلا استاهل الحر. ده حقيقي. الله العظيم يا رب. أنيسة سلوى، أنا عايز أقولك على كلمتين. أنا مش مصلح اجتماعي وبكره النصايح، لا بحب أقولها لحد ولا بحب حد يقولها لي، بس عايز أقولك على حاجة. في بلدنا دي مهما قابلت شاب قاعد يكلمك على التفتح والحرية، أول ما بتديله حتة عزيزة عليكي بتنخصف عينيه. لكن طول ما أنت مفهماه إنك عمرك ما هتديله حاجة تغضب ربنا وإنك عاملة مسافة بينك وبينه، حطك في قلبه كده في منطقة فوق بيشوفك بطريقة حلوة. فهمت كلامي ولا فصلتك برضه؟ ألاقي شغل فين في اسكندرية بس يا رب؟ أنا قفلت من أم الكورنيش ومن الأكل ومن القميص اللي أنا لابسه.